مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة المتجددة من برنامجكم اليومي من هذا الوطن. مستمعينا الكرام، شارك الفريق الكويتي لرياضة الايروسوفت وهي الرماية الحركية في بطولة الخليج للرماية الحركية، واكتسح المركز الأول ولله الحمد في هذه البطولة. مستمعينا الكرام، حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بضيوفنا داخل الاستديو، دكتور محمد عبد الرحمن علي الأنصاري رئيس الاتحاد العربي والفريق الكويتي لرياضة ايروسوفت ورئيس شعبة الرماية الحركية للسلاح الهوائي في المنظمة العالمية للرماية التطبيقية. وأيضا مستمعينا الكرام، أرحب باللاعب الرامي البطل بطلنا حسين النصر الله الذي حصل على المركز الثاني على مستوى الخليج. نقول لكم مساكم الله بالخير ومبروكين دكتور على هذا الإنجاز، وهذا شيء ما هو غريب عليكم وأنتم ممثلين لهذا الاتحاد وهو الاتحاد العربي والفريق الكويتي لرياضة ايروسوفت. مساك الله بالنور والإكرام والسرور، مشكورين على هذه الاستضافة الجميلة، وهذه أيضا ما هي غريبة عليكم، المرة الثالثة تستضيفون هذا واجبنا وتستاهلون. مشكورين، تستاهلون الطيب، ما قصرتم. في البداية دكتور نبي نعطي إخوانك المستمعين فكرة عن هذه الرياضة وهي رياضة الايروسوفت الرماية الحركية، شنو هذه الرياضة؟ نعم طبعا، هي رياضة الايرسوفت أسلحة ولكنها الأكثر أمانا في الرماية، فيها المسدس وفيها البندقية، تستخدم الخرز البلاستيك بدال الصچم أو بدال الطلقات الحقيقية، وهذا الخرز صديق للبيئة يعني يتحلل مع الوقت، فهي النوع الوحيد من الرماية اللي تكون صديقة للبيئة والأكثر أمانا. يمكن استخدامها نفس نظام البينت بول، فريق ضد فريق يكون ضد بعض، ويمكن استخدامها باحترافية، ويعني رماية أولمبية. نعم. ورماية لها اتحاد عالمي، شلون الفيفا حق كرة القدم. نعم. في اتحاد عالمي حق الرماية، وفي اتحاد عالمي حق الرماية التطبيقية اللي هي رماية حركية، وهي نوع أصعب من الرماية. وإحنا ككويتيين هنا الحمد لله عندنا ريجن دايركتر خالد جريد، هو المسؤول والممثل الإقليمي. نعم. وعطانا طبعا احنا شعبة السلاح الهوائي وعطانا رئاسته، ونظمنا الحمد لله العديد من البطولات وشاركنا فيها الحمد لله. يعني نبي نتكلم عن هذه المشاركة دكتور، مشاركتكم في بطولة الخليج للرماية الحركية. نعم، هي طبعا المشاركة الثانية لبطولة الخليج للرماية الحركية أو الرماية التطبيقية. البطولة هذه طبعا كانت الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة. الحمد لله حصلنا يعني توتل على 5 مراكز، المركز الأول 5 مرات على التوالي، والبطولة الثانية كانت في الكويت من محكمين دوليين، وشاركنا فيها حنا كفريق. أنا طبعا ما شاركت فيها كمنظم ولا حكم، لأن أبي ألعب أيضا مع فريقي، وحصلت الحمد لله على المركز الأول، وحصل أخوي حسين النصر الله على المركز الثاني على مستوى الخليج، وحصل أيضا على المركز الثالث أيضا من فريق الكويتي للإيرسوفت يوسف السلامي. يعني مستمعين الكرام، يحتضن اليوم هذا البرنامج برنامجكم اليومي، وتعودتوا على هالبرنامج، هذه الإنجازات اللي تعودنا عليها من أبطال يعني في هذا الوطن الكبير بعطاءاته وبإنجازاته، وبشبابه وبأشباله الصغار أيضا لهم دور ولهم نصيب في أنهم يرفعون اسم الكويت في المحافل الدولية والعالمية وعلى مستوى الخليج أيضا. اللاعب الرامي حسين النصر الله اللي حصل على المركز الثاني على مستوى الخليج، نقول لك ألف مبروك بطلنا حسين، ويعني إن شاء الله نتمنى لك مراكز دائما تكون الأولى، هذا المركز أيضا من المراكز المتقدمة. حسين نقول لك مبروك، ألف مبروك، وإحنا كدورنا اليوم في وزارة الإعلام استضفناك هني في هذا البرنامج عشان تعطي إخوانك المستمعين فكرة عن هذه المشاركة ومشاركتك بشكل عام في هذه اللعبة. أول شيء حاب أقول لك أن الله يبارك فيك حبيبي، ودائما لازم أرفع رأس الكويت ورأس أسرة أتاك، هذا أهم شيء، أهم شيء الدولة. نعم. لازم نتكلم باسم الدولة لأن هي راح ترفع صوتنا. نعم. الله يعطيك العافية. وحاب أقول حق اللي ما مثلاً هو مثلاً ما يحب الرماية أو شيء، هذا شيء عقدة فيه، هو يمكن ما يحب، يمكن يحب،
إذا هو مثلا يحب الرماية أنا أنصح أن يكمل فيها، لأن الرماية تعطي لها الثقة بالنفس والشجاعة. بأي وقت يمكن يكون شجاع، يمكن يكون عنده ثقة بنفسه، بأي وقت يقدر يعتمد على نفسه. يعني حسين، لما أنت دشيت والتحقت في هذا الفريق وشاركت، كنت متوقع أنك راح تحصل على مركز متقدم واللي هو المركز الثاني، ويمكن الدكتور تحت الهواء كان المفروض الأول. ما شاء الله، إيه تحت الهواء مستمعين الكرام، قال لي الدكتور أنا مو مشارك، كان الحين هو الأول. هو الأول يعني، بس أنا أشارك كدافع لهم وحافز. يعني أنا لما أجيب رقم معين في الرماية وأثناء التدريب أقول لهم ترى بشارك، فيشوفون الرقم هذا شوي عالي عليهم فيجتهدون ويجون كل يوم ويلعبون. بس ترى البطولة يا حسين بروحك، حسين انت بروحك، يعني انت راح تكون ان شاء الله بالمركز الاول، يعني لك منافس قوي قال لك وخلالك الساحة هذه. شوف هذا إثار يسمونه من كابتن كبير، اعطاك الفرصة. لما اليوم تاخذ انت فرصة وتاخذ تشجيع مثل هالنوع، شنو يعطيك انطباع حسين؟ يعطيني مثل الكويت مثلا، واحد اشخاص ما يقدرون يجيبون مراكز وكله يتحطمون نفسهم، انا كنت دافع لهم. يقولون شوفوا هذا مثلا، انا مثلا عمري 12 ما شاء الله. لما الواحد يكون عمره 18 ما يقدر يجيب مركز، هذا انا راح اكون مثل له، انه هو قاعد يشوف الاصغر منه قاعد يجيب مراكز، يعني هو يقدر يتحفز. الله يعطيك العافيه. حسين، لما دخلت هذه اللعبه واجهت صعوبه؟ انك تدري الرمايه اليوم محتاجه تركيز، واجهت صعوبة في التعليم؟ منو وصلك؟ يعني منو دربك؟ منو علمك؟ الأمور هذه كلها أنت في البداية واجهت فيها صعوبة؟ أول شيء أنا ما حسيت فيها، أول شيء حسيت بصعوبة، قلت لا هي يمكن رماية صعبة يبلها تركيز وايد. هي لا، بفضل الله وفضل كابتني أبو عبد الرحمن مجهودكم، كان كله يدربني وياخذ من وقته، يعني هو كان مثل دافع لي أنه خلاني آخذ كل هالمراكز ولا شيء. يعني احنا كابتن نقول لك اكيد الله يعطيك العافيه، انت كنت لهم القدوه وخير قدوه كنت لهم اكيد، في انك انت كنت قاعد تشارك في هذه البطولات وقاعد تعطيهم هذا الدافع اكيد. نبي نتكلم عن تنظيم هذه البطوله. نعم، احنا لما بالكويت اخذنا تنظيم او تزكيه من دوله الامارات على ان نقوم بتنظيم هذه البطوله، كلمنا محكمين دوليين. نعم، وبرعاية أيضا كريمة من معالي الشيخ فيصل حمود المالك الصباح محافظ الفروانية، أعطانا تسهيلات، ورعاية كريمة وسخية أيضا معالي الشيخ عبد الله محمد عبد الله المبارك الصباح، قام بتنظيم هذه البطولة بالتعاون مع نادي العاملين في الهيئة الإدارية والمالية في وزارة الدفاع. راح أرجع لك مرة ثانية لاعبنا وبطلنا حسين النصر الله، وأبيك تكلمني عن اللي كانوا مشاركين معاك في هذه البطولة، ومنو كان أقوى منافس حق حسين؟ احنا خلاص احنا الحين سلمنا بالموضوع ان المركز الأول الدكتور، بس نبي من المنافسين حق الثالث والرابع حق حسين. أول شيء أنا بتكلم عن المشاركين، المشاركين كانوا من دول الخليج، عندنا من البحرين، وكان عندنا من السعودية والإمارات والكويت. نعم، وطبعا يعني كان في بيننا منافسة قوية ما شاء الله. أنا كان بيني وبين الكابتن محمد الأنصاري كان بيني وبينه بوينت ما شاء الله، يعني ممكن إيه التلميذ يتفوق يتفوق على الأستاذ، أكيد يعني شيء هذا يفرح الأستاذ أكيد. طبعا نعم، نعم. أنتج شيء زين ما شاء الله. يعني بالجولة الأولى أنا كنت الأول، بعدين الكابتن محمد طلع على مني، يعني كان بيني وبين الكابتن محمد المنافسة ما شاء الله. والفريق الإماراتي كان شلون مستوى؟ والفريق السعودي أول مستوى كان جدة السرعة أعلى السرعة، بس دقته شوي كانت تميل. بس أنت ما شاء الله عليك كدقة وتصويب الهدف هني ما شاء الله، وتحتاج إلى سرعة أسرع منه ما شاء الله ما شاء الله. نتكلم عن الأداء وشلون كانت المنافسة في هذه البطولة، شلون شفتها كابتن؟ والله جدا جميلة، يعني هي التلفزيون نقلها والحمد لله عندنا تصوير منها، اللي حاب يشوفنا يدخل على كاونتنا في الانستغرام او في اليوتيوب عندنا نقل حقها. منافسة حلوة، بطولة حلوة، تحكيم جميل من حكام عالميين ما شاء الله. اللاعب الرامي حسين النصر الله اكيد كان في هناك خبرات تبادلتها انت واكتسبت خبرة، وكانت في هناك تبادل لمثل انت الحين احتكيت مع ما شاء الله الكابتن محمد،
وشفت لاعبين من الإمارات ومن السعودية، الاحتكاك فيما بينك وبينهم أكيد راح يعطيك خبرة وراح يعطيك أهمية حق هذا أو هذه الخبرة. يعني أول شيء بالخبرة، يعني أنا بتكلم عن الخبرة بشكل عام. نعم. الشخص لما بياخذ خبرة، يا أنه هو يكتسبها عن طريق النظر والسمع والأشياء الحسية، أو أنه واحد يعلمه. اللي أنا شفته تقريبا الحين مع حواري مع الإماراتيين، السعوديين كلهم، طبعا شفت وايد أشياء. يعني واحد يقول لي السرعة على أهم، هذا أهم، يعني كل شوي نتبادل خبرات بين بعض، والخبرات شيء أساسي أصلاً هي عشان تأخذ البطولة. صح، وبعدين كثرة الاحتكاك مع لاعبين ومنافسين ترى راح تعطيك قوة أكثر، تعطيك اكتساب خبرة لك أنت أكثر، وراح تعرف أنت إن شاء الله بعدين من تكبر إن شاء الله راح تكون بطل عالمي إن شاء الله في هذه اللعبة. رماية الحركية دكتور محمد وانتشارها في الخليج، شلون شفت انتشارها؟ وكرياضة اليوم احنا قاعدين نسمع عنها بانتشارها وبوجودكم انتو كرئيس الاتحاد العربي والفريق الكويتي لرياضة الايروسوفت ورئيس شعبة الرماية الحركية للسلاح الهوائي في المنظمة العالمية للرماية التطبيقية. طبعا الرماية التطبيقية او الرماية الحركية هي اصعب من الرماية الثابتة، يعني اصعب من رماية مثلا شوزن الاطباق او الرماية الاولمبية الISSF اللي هو واحد يكون واقف يرمي اهداف، لان الرماية التطبيقية فيها حركة، حركة ورماية، الستيجز تختلف، سيناريو الستيج نفسه يختلف، الوضعيات تختلف في الرماية، ممكن شيء بنص نص السيناريو انك تاخذ شغله وتردها وتفتح باب وترمي وكذا، فهي صعبه رمايه تطبيقيه. بدايتها طبعا كانت من الكويت، هنا الكويت اول دوله في منطقه الخليج اللي بلشوا فيها، كابتن عمر الانصاري مجمع ميادين الرمايه مع كابتن لميس مع مجموعه شباب، هم اول من طبق هذه على السلاح الناري 9 ملي، واليوم الحمد لله احنا نشوفه ايضا شعبه الاير سوفت نشطه فيها، وسوينا بطوله الخليج على مستوى الخليج، يعني الحمد لله فهي ناجحه وهي يعني جديده على الايرسوفت، ولكنها ليست بجديده على الكويت. ايضا عندك الامارات دوله عندهم ريجنال دايركتور، عندهم ممثل اقليمي، وان شاء الله يعني تنتشر بعدين في باقي الدول. البحرين والمملكه العربيه السعوديه يتدربون اما في بلادهم او في الدول اللي عندها ممثلين اقليميين. ما شاء الله. شلون شفت نسب الاقبال من عمرك الشباب، اللاعب والرامي حسين نصر الله، منهم في عمرك، شلون شفت الاقبال على هذه الرياضه؟ والله احنا يمكن ما كنا وايد، يمكن كنا 4 أو 5، اكثر من ذلك ما كنا يعني. بس انها هي بالنسبه لي هي اول بطوله، اول بطوله دائما تبدي في الصغر، صح، بعدين مع تدريج كل ما يعيدون 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 تزيد عدد المرات المشاركين وكل شيء. نعم، يعني انت تشوف ان شاء الله راح يكون في اقبال اكثر من اللي بعمرك، ان شاء الله راح يكونون لهم، اكيد راح تكون هناك لكم بصمه في هذه الرياضه دام انتم حبيتوا هذه الرياضه وفيها حركه مثل ما تفضل دكتور محمد، راح تكون هناك اكيد اقبال من اللي هم في عمرك، وراح انت تعطي هذه الصوره حق اخوانك اللي في عمرك كلهم، تقول لهم ترى هذه الرياضه وايد حلوه، اللي ما سمع عنها انت تحاول انك انت تنشر هذه الرياضه. الكابتن والدكتور محمد الانصاري، اكيد في نتائج حصلتوا عليها وما شاء الله من خلال هذا الاحتكاك ومن خلال وجودكم في هذه البطوله، بطوله الخليج للرمايه الحركيه، شلون شفت النتائج وشنو هو انطباعكم من خلال حصولكم على هذه النتائج؟ احنا الحمد لله كهستري عندنا المركز الاول 5 مرات على التوالي في بطولات الخليجيه، بطوله مفتوحه صارت في الامارات شاركوا فيها عده دول، عده محترفين عالميين، حصلنا على المركز الثالث في الكويت في البطولات المحليه في الكويت، حتى خارج الايرسوفت ترى حسين الاول مكرر ايضا في السلاح الهوائي الرمايه ثابته. فالحمد لله مستوى الفريق جدا ممتاز، مستوى المدرسة الكويتية لرماية الايرسوفت، فريق الكويتي للايرسوفت محافظ على مستواه في الصدارة ما شاء الله، وما شارك البطولة الحمد لله حقق فيها مركز، وانطباعنا جدا زين يعني من الفريق والمدربين والداعمين للفريق الحمد لله. اللاعب الرامي حسين نصر الله، وانت حصلت على المركز الثاني على مستوى الخليج، انت ما شاء الله ان شاء الله لك العمر ان شاء الله المديد، وان شاء الله احنا نتمنى ونشوفك ان شاء الله لاعب عالمي. أنت في المرحلة الدراسية الحين وعمرك 12 سنة،
أوقات عمليات التدريب لك أنت شخصياً، أنت تتمرن مع الكابتن وتروح تتمرن في هذه الرياضة، محتاجة تدريب ومحتاجة تمارين أكثر وأكثر، شلون قادر توفق ما بينها وبين دراستك في المدرسة؟ أنظم لي وقت مثلا من أول ما أرجع من المدرسة، أخصص لي وقت للدراسة والواجبات وكل شيء. حلو. إذا كان عندي واجبات ألغي وقت التدريب، لما يخلص امتحاني أروح. عافية عليك. أول ما بدأت البطولة، أول ما بدأ الإعلان عنها، كنا نتدرب بشكل أسبوع، اللي هو كل سبت كنا نتمرن أبسك، بدال كنا نشتبك، إحنا كنا نلعب اشتباك بين الفرق. علمهم شنو أبسك. شنو أبسك؟ الأبسك International Practical Shooting Federation، يعني رماية تطبيقية، ما وقالها شاء ما شاء الله. الله على إيه الإنجليزي. ما شاء الله. هي رماية حركية تعتبر بالسلاح، يا يعني إنها بتكون 9 ملي أو بالإيرسوفت، اللي هي حاليا صايرة بالدول الأوروبية. بالدول الأوروبية، وقادر أنت تنظم بين الدراسة وبين أنت تروح تتمرن في هذه الرياضة، وإن شاء الله أنت أكيد راح تكون متفوق في هذه الرياضة وتكون متفوق بدراستك طالما أنت عندك الوقت اللي أنت قادر أنك تنظم فيه. دكتور محمد الأنصاري، أكيد هناك سر وراء هذا النجاح وهذا التفوق اللي أنتوا كنتوا عليه. نتكلم عن هذه الأسرار اللي أنتوا حصلتوا عليها ما شاء الله عليكم، من خلال الجهد اللي كنتوا تبذلونه، من خلال تنظيمكم وتدريبك لهؤلاء الأبطال اللي ما شاء الله صعدتهم وياك حق المراكز المتقدمة. أولا هذه الهواية موجودة في ديننا، وأنت لقاء أكيد. سابق يعني نعم تكلمنا في هذا الأمر، أكيد. فإحنا نحب هذه الهواية. أولا حبنا لهذه الهواية اللي هي أصلا وصية في ديننا، نعم هذا أحد الأسرار. حبنا للكويت، إحنا إذا عندنا هواية وبطولة ونبي نطلع اسم الكويت نحط وقتنا في هذه البطولة ونحط جهدنا فيها. ثالثا الداعمين لنا، يعني الشيخ جزاه الله خير حتى انفتح لنا القصر ما شاء عساس الله. يكرمنا لما خذينا بطولات الخليج. الشيخ لما يعطينا الدعم، المحافظ معالي المحافظ الشيخ لما يفتح لنا أيضا مبنى المحافظة ويستقبلنا صحيح. ويشجعنا، فإحنا ورانا مسؤولية الفريق يتحملها، الكبير الصغير النساء في الفريق والرجال والأشبال. فهذه الأمور الدوافع اللي إحنا قاعد يعني نقاتل من أجلها على أساس نحافظ على مستوانا ونحافظ على الكويت في الصدارة. يأتي أيضا يعني دعم الأخوة في وزارة الداخلية كون هذه أسلحة يعني، ومشكورين أيضا على يعني دعمهم في ذلك، يعني من السابق جزاه الله خير اللواء فراج الزعبي، أيضا اللواء عبد الرحمن الصهيل، أبو فهد، ما قصروا يعني في إبقاء هذه الهواية مستمرة، ونرجو أيضا من الجايين أنهم يستمرون في هذا الدعم. أكيد بمشيئة الله. الكابتن واللاعب والرامي حسين النصر الله، أكيد في هذه الرياضة في روح رياضية أنت تحب أنك أنت توصلها حق إخوانك الشباب اللي هم في عمرك، شو تقول لهم؟ دائما لازم يكون بين أي بطولة أو منافسة لازم يكون في روح رياضية، أكيد. لأن الروح الرياضية لازم يكون بينها محبة وتعاون. صح. بدون التعاون بدون المحبة تصير كراهية. بالضبط. يعني لما نيجي نتدرب نتعاون احنا مع بعض، هذا مثلا يسوي كذا عشان يحسب مثلا التايم، هذا يحسب للمس كذي، يكون بيننا تعاون محبة. ومرات الروح الرياضية تكسب إنسان شجاعة، صحيح. ومرات احنا ما يكون عندنا روح رياضية تقول لا أنا خلاص أنا الأول، لا، يمكن اللي كان المركز الأخير يمكن أول يطلع المركز الأول. صحيح. دام ان للحين الوقت ما خلص اكيد انت ما تقدر تقول لا انا راح اتفوق عليه، هذا الاصابات مالته مو دقيقه، ما عنده هذه السرعه، ما تدري انت لما بالاخير هو الحكم وهو الفيصل، النتائج النهائيه هي تكون. دائما انت لازم توصل حق اخوانك انك لا تستهين في اي لاعب موجود من اخوانك المنافسين لك، وهذه هي الروح الرياضيه، عساك على القوة. دكتور محمد، شفت دخول للمرأة في هذا طبعاً المجال من تأسيس الفريق، من تأسيس الفريق الكويتي للإيرسوفت كانت المرأة الكويتية والخليجية أيضا في هذه المدرسة الكويتية لها مكانتها ولها يعني مراكزها في البطولات. عندنا سارة ليعقوب خذت المركز الأول ترى في فئة النساء ما شاء الله في هذه البطولة، بطولة الخليج. الثاني والثالث خواتنا من البحرين والخليج كلها يعني دولة واحدة الحمد لله، كلنا خليجنا واحد.
سعاد المنصوري وشهد المنصوري خذ الثاني والثالث، هم يتدربون في ايضا المدرسه الكويتيه، الفريق الكويتي للايرسوفت. نعم جميل. واحنا ايضا مستمعينا الكرام يعني هم نقول لكم من الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل. أكيد من هذا المنطلق دائما الدكتور تحرصون على أعيالنا وأبنائنا أن يكونون في هذه الرياضة اللي حثنا عليها. نعم هذه مقولة ديننا. عمر بن الخطاب. نعم رضي الله عنه. دائما هناك يمكن دكتور محمد الأنصاري مشاريع عندكم، عندكم خطط مستقبلية، عندكم بطولات يمكن تعطينا فكرة عنها. نعم مشروعنا المستقبلي هو نسوي ميدان مسكر، جزاه الله خير، عندنا دعم معالي الشيخ عبد الله محمد عبد الله المبارك الصباح. نعم. وهذا الدعم راح نسوي فيه ميدان مسكر ومكيف على اساس الهواة يمارسون هوايتهم في الصيف. نعم. راح يكون في نادي العاملين في الهيئة الإدارية والمالية بوزارة الدفاع. والبطولة الجاية أيضا هي بطولة مفتوحة، يعني مو بس دول الخليج يقدرون يشاركون فيها، كل دول العالم تقدر تشارك فيها، وهي ليفل 3. راح تكون بطولة إبسك، رماية حركية، رماية تطبيقية، راح تكون في هذا الميدان المسكر، وراح أيضا يتم الإعلان عنها عالميا، أي ناس برا الكويت تقدر تيجي وتشارك. إن شاء الله حسين والجماعة عندنا راح يشاركون فيها أكيد بإذن الله. إن شاء الله، وإحنا نتمنى لكم التوفيق والنجاح. الدكتور محمد عبد الرحمن الأنصاري رئيس الاتحاد العربي والفريق الكويتي لرياضة أيروسوفت ورئيس شعبة الرماية الحركية للسلاح الهوائي في المنظمة العالمية للرماية التطبيقية، وبطلنا اللاعب الرامي حسين النصر الله. إن شاء الله نتمنى لك دائما المراكز الأولى والتفوق، يكون حليفك إن شاء الله دائما في البطولات أخوي وحبيبنا حسين. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وتأخذ بيدك إن شاء الله يا دكتور هؤلاء الأشبال، هؤلاء الأبطال إلى العالمية بإذن الله. بإذن الله قريب تشوفون. كل الشكر لكم وأعطيكم ألف عافية. أنتم اللي مشكورين. مشكورين. مع السلامة. يعطيك العافية. سامحوني على القصور. لا ما من القصور.